نعاود نجدد ونذكر ونكرر، وماني خايف حتى من واحد الا من ربي سبحانه. ماني خايف لا من تبون تبون، ولا من حاشية تبون، ولا من القيادة العسكرية، ولا من القيادة السياسية، ولا من الشعب الهيشر، ولا ماني خايف حتى من واحد، خايف من ربي سبحانه. ولكن نقول الشيء اللي انا مقتنع به، ما قلته بالامس اعيده واكرره الان وادوه للتاريخ. الرئيس تبون او المترشح الحر عبد المجيد تبون ليست لديه رغبة في الترشح لعهدة ثانية. شبع، شطح ورمال المحارم وتعب وكبر ومرض، وبالفعل يعني تعبان صح. عبد المجيد تبون بالفعل لديه نية صادقة في يعني إحداث قطيعة مع الممارسات القديمة. ولدي معلومات رسمية أن عبد المجيد تبون غضب شديد لما رفعوا هذه الصورة في ميلا اللي دارها له واسمه بودن في ميلا، زعف وتقلق وقال لهم حبسوني هذا الليل، وزعف قالوا لي قال كلمة قبيحة. لا، عبد المجيد تبون مانيش خايف منه ومانيش نشيك له ومانيش نزكيه، ولكن عنده نية صادقة صح، عنده نية صادقة أنه يغير، لأنه تبون ما بقالوش وش قالوا يا دين السنة. تبون الآن راهو يخدم القبر، حاب يخلي سيرة حسنة، وحاب يخلي صورة حسنة، وحاب يخلي كلمة حسنة الناس تترحم عليه، لأنه شاف الناس كيفاش دارت مع بوتفليقة الله يرحمه، حاب يموت مرتاح. قال المحيط تاعو قال مش حاب يترشح تعبت، وقال لهم خلونا نغيروا من هذه العقلية هذه تاع الخرطية، خلوا شوية نجدوا. لديه نية صادقة، لديه نية صافية، لكن مشكلته صارت له كما اللي صيد الحجل. هو ناوي يصيد الحجل لكن ما صيدش، لكن الشياطين راحوا جابوا له حجلة ذبحوها ريشوها طيبوها وجدوها وجابوا له قالوا هاي اللي صيدتها يا ودي ما صيدتش، قالوا له سبحان الله هذيك انت صيدت. مهم النية، تنويت. عبد المجيد تبون لديه نية صادقة، لكن محيطه المستفيد من ريعه والمستفيد من بقائه هم اللي راهم قاعدين يطبعوا فيه، وهذا اللي انا نسميهم الوفد اللي عماك. الوفد اللي عماك يتبون هو اللي راهو مازال يعمي فيك وراهو يعمي في الجزائر. وانا قلتها اعيدها واكررها، نهاية حاشية تبون ستكون أسوأ بكثير من نهاية حاشية بوتفليقة. لماذا؟ لأنهم لم يستفيدوا من أخطاء حاشية بوتفليقة، والشعب لا يغفر، الشعب ما يرحمهمش، يقول لهم ما استفدتوش من أخطاء بوتفليقة، يا مالا روح نعطيكم الدوبل، درك نعطيكم الدوبل. أنا قلت لكم كي نقول كلمة راني مسكون، عندي ولاد خير ساكنيني. حاشية الرئيس تبون ستكون نهايتها أسوأ بكثير من نهاية حاشية بوتفليقة. أنا البارح نصحتهم قلت لهم يا ودي خلوا السيد يرتاح، خلوا يروح العهدة الثانية بأقل الأضرار وبأقل الرخص والطحين، خلوا يروح دوزيام موندا بالملاحة. وعلاش راكم تبعوا فيه جهنانة؟ علاش راكم تبعوا فيه جهنانة؟ خلوه يروح بأريحية ويروح براحته. انسحبوا شوية، غطيوا واستروا رواحكم، لأنه الضربة جاية جاية. ولكن كي تستروا رواحكم وتتغطوا والضربة تجي خفيفة. بصح مادامكم تصرون على الخطأ، تصرون على الاستفزاز، تصرون على احتقار الشعب واستغباء الشعب، الشعب راهو يسجل. صاركم هاك، اوكي، صارك هاك، اوكي، الفاتورة هي تطلع. الفاتورة راهي تطلع. لأنه هو الآن يقول مانيش حاب نسمي الأسماء، لكن خلاص كرهنا من المواسات هذه تاع الكادر، والناس مازالت ترفع في الكادر. يا ربي السيد يقول لكم اخطونا من الكادر واخطونا من التصاور واخطونا من التمسخر، وما مازال هم يديروا. إذا ما يقدرش تبون يعس كلش. لهذا السبب اللي قلت لكم أن السيد عنده نية صادقة صح، وحاب يغير، وما كانش حاب يترشح صح في 2021 لما قال ما عنديش نية في الترشح صح، ما عندوش نية، لكن أرغموه على الترشح. أوكي، مادام أرغمتموه على الترشح على الأقل خلوه يروح براحته، خلوه يروح بما يرضي الله وما يرضي الشعب، لأن الشعب فايق بكلش، الشعب فايق بكلش، وللصبر حدود، وللصبر حدود. الآن نتكلم على انسحاب زعيمة حزب العمال لويزا حنون. أنا كنت وما زلت أحترم السيدة لويزا حنون، ولكن هنا راح نعاتبها ونقول لها في نهاية مشوارك السياسي، لأنه لويزا حنون هذه آخر فرصة لها باش تترشح،
يعني لويزا حنون 74 سنة، يعني مش ممكن تترشح في 75 سنة واحد ما يقبلها، لا هي لا 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 خاوتها لا عمومتها لا خلاص، اللي ما جاش مع العروسة وشي ما يجيش مع مواليها كما يقول. يعني لويزا حنون هذا آخر مشوارها السياسي، ما تقدر ترشح للبرلمان لأن القانون يمنعها، ترشحت أكثر من عهدتين، ما تقدر تترشح للرئاسيات، إذا يعني نهاية مشوارها السياسي. أنا تمنيت في نهاية مشوارها السياسي تكون عندها شجاعة سياسية وتشرح للشعب الجزائري وتعترف للشعب الجزائري عن أسباب انسحابها من السباق السياسي. أنا كنت متمني تقول ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعتها إلى الانسحاب. الأخطر من هذا، الأخطر من هذا أن لويزا حنون لم تنسحب من المش من 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 الانتخابات الرئاسية فقط، بل أعلنت المقاطعة، لأنه كاين فرق ما بين الانسحاب والمقاطعة. هي تعلن المقاطعة وفي عملية تصويت. يعني لويزا حنون لم تكتفي بالانسحاب، لم تكتفي بالانسحاب وعدم الترشح أو عدم خوض غمار المسابقة، لأنها تقول أن الحزب أعلن عدم المشاركة وعدم التصويت. يعني هي لويزا حنون تدعو المناضلين والناخبين المتعاطفين مع الحزب إلى عدم التصويت، عدم المشاركة، عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع نهائيا، يعني مقاطعة الانتخابات. يعني هناك أمر جلل، هناك أمر كبير، هناك أمر عظيم، هناك أمر خطير دفع بلويزا حنون إلى مقاطعة الانتخابات وليس الانسحاب. لأنه كان فرق ما بين واحد ينسحب لأسباب لم يستوفي الشروط القانونية أو لأسباب صحية أو أسباب تنظيمية يعلن انسحابه، ولكن لا يمنع مناضليه ولا يمنع المتعاطفين معه المشاركة في الانتخابات. يقولون انا ما ترشحش، بس انتم روحوا صوتوا عادي، هذا شيء منطقي. لكن ان ينسحب من السباق ويدعو الى مقاطعه الانتخاب، يعني كاين امر كبير. انا الشيء اللي حبيت نقوله، لماذا لم تذكر لويزا حنون الاسباب الموضوعيه الحقيقيه التي حتمت عليها الانسحاب؟ انا بالامس اتذكر في البث المباشر قلت لكم لدي معلومات أن لويزا حنون ستعقد اجتماع طارئ وممكن ندوة صحفية وتعلن انسحاب الانتخابات. أمس قلت لكم، وبالفعل اليوم اجتمعت وقررت هذا القرار التاريخي. المعلومات التي كانت بحوزتي بالأمس وقلت منها جزء وأعتقد أنها هي السبب الحقيقي لانسحاب لويزا حنون هو كالتالي: قانون الانتخابات يشترط على المترشح أمر، إما جمع 600 توقيع لناخبين على المستوى المحلي والمركزي البرلمان، 600 توقيع يعني 600 منتخب يوقعوا للمترشح، أو نشوة، أو 50,000 استمارة مواطنين، يعني حاجة من اثنين، إما هذه إما هذه، يبيض يسود، يبيض يسود. ما يقدرش واحد يجمع 600 توقيع و 50,000، غير مقبول. يا إما تجمع 600 توقيع تاع الناخبين، يا إما 50,000 استمارة مواطنين. لويزا حنون حسب المعلومات التي بحوزتي من داخل الحزب، من داخل يعني من أقرب المقربين، أن لويزا حنون اختارت 600 توقيع وجمعت 600 توقيع، فيهم عدد كبير من مناضلي قصدي منتخبي حزب العمال اللي هما تقريبا 300 ولا أكثر على مستوى المحلي، و و و الباقي من المنتخبين الأحرار، المنتخبين الأحرار لكونديدا ليبر اللي يعرفوهم المناضلين والقياديين تاع حزب العمال، اتصلوا بهم اعطوهم تزكيه ومشت الامور.
لويزا حملون كانت تعتمد تقريبا 100% على 600 توقيع تاع الناخبين، ولم تجتهد في استمارات، ممكن جمعوا بعض الاستمارات لكن ما كانوش معتمدين عليهم، قال خلاص جمعنا 600 خلاص ما نتعبوا مغلو هيا خلاص، مثل ما فعلت حركة حمص حساني ومثل ما فعل زعيم الأفافاس نفس الشيء اللي جمع الناخبين، وأعتقد حتى ساحلي نظن بالقسم ساحلي نظن نفس الشيء جمع 600 توقيع، اعتمدوا على الناخبين ما اعتمدوش على 50,000 مواطن. إذا الويزة حنون كانت مرتاحة عندها 600 توقيع تاع الناخبين وارتحنا، لكن حدثت مفاجأة أو حدث أمر طارئ أقلب المرميطة في حزب العمال. ماذا حدث؟ الذي حدث هو أن المنتخبين الأحرار خرجوا الطريق على الويزة حنون، راحوا مضاو استمارات نفس الشيء لعبد المجيد تبون المترشح حر عبد المجيد تبون، وبالتالي قانونيا تسقط شهادتهم أو تسقط استمارتهم للطرفين، يعني راحوا مضاو لويزة حنون ومضاو لعبد المجيد تبون نفس الشيء، وبالتالي عند السلطة المستقلة في السيستم راحت لويزة حنون تنحاول لها الاستمارات. إذن السلطة المستقلة اتصلت بلويزة حنون قالوا لها باللي راهم راحوا لك الاستمارات، كيفاش راحوا لي؟ قال جمع هذوك خرجوا عليك الطريق راهم راحوا مشاو. لويزة حنون زعفت من حقها لأنها اعتبرت أن هذا تضييق، اعتبرت أنه كونتر خطة، اعتبرت أنه يعني استهداف لها وقررت الانسحاب، هذه الحقيقة. الآن السؤال مطروح، من طلب أو فرض على المنتخبين الأحرار أنهم يروحوا يمدوا صوتهم نفس الشيء لجهة أخرى أخرى بعد تروح منه ومن هي، علما أن القانون يمنع مدام مديت لويزة حنون خلاص أعطيت لها كلمة علاش تروح تدور عليها؟ أنا هذه المعلومات اللي عندي، هل المعلومات صحيحة أم غير صحيحة الله أعلم، ولكن معلومات تولي صحيحة لأن لويزة حنون لم تذكر السبب. لو ذكرت السبب وقالت ما هو السبب ممكن نقولوا هذا الفرضية غير صحيحة، لكن مدام لويزة حنون لم تذكر السبب الحقيقي الذي دفعها للانسحاب، إذن هذا الفرضية نتاع أنهم خدعوها المنتخبين اللي دات أصواتهم، إذن هذه الفرضية صحيحة، هذه الفرضية صحيحة. يبقى السؤال مطروح، لماذا انسحبت لويزة حنون؟ نتمنى أن نجد الإجابة في قادم الأيام بإذن الله. الآن شوفوا قبل هذا المقطع هذا ونجرح، الله جبت